والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً، بعد شكر الله تعالى، نشكر أهل هذا المسجد لفتحهم لنا مسجدهم لنذكرهم ونذكر أنفسنا بآيات الله تعالى وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الغاية من هذه المساجد، أنها تبنى لذكر الله تعالى وللصلاة ولاجتماع المسلمين فيها ولتآلفهم ولتعليمهم أمر دينهم ونشر العقيدة الصحيحة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وهذه الوصايا التي عنوين لها أو عنوين بها وصايا لقمان الحكيم، نحن أحوج ما نكون إليها في حياتنا ويوم نلقى ربنا سبحانه وتعالى. وقد جاءت هذه الوصايا في سورة لقمان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء، إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. قال الله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الآيات دي يا جماعة من الآية 12 للآية 19 من سورة لقمان، والله ده منهج كامل للتربية. أي زول دار يتربى التربية اللي بترضي الله سبحانه وتعالى ويربي أولاده التربية اللي بينجو بها يوم القيامة: كلكم راع كما في البخاري وكلكم مسؤول شنو عن رعيته. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني اجعلوا بينكم وبين هذه النار وقاية تقون بها أنفسكم وتقون بها أهليكم الأولاد والأهل إلى آخره.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والآيات دي يا جماعة والوصايا دي فيها النهي عن الشرك، وفيها الأمر ببر الوالدين، وفيها اتباع سبيل المؤمنين والصحابة ومن سار على نهجهم، وفيها مراقبة العبد لربه، أي أن يستحضر وأن يستشعر وأن يؤمن برقابة الله عليه. وفيها يا جماعة إنه الإنسان يستعد للآخرة، وإنه الحساب بعدين دقيق. وفيها يا جماعة الزول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وفيها قبلية الأمر بإقامة الصلاة، وفيها يا جماعة الإنسان يتواضع، وفيها الإنسان يضبط حتى الكلام وحتى أسلوب الكلام، وفيها جماعة النهي عن الفخر والنهي عن التبختر وعن التكبر وعن الاختيال إلى غير ذلك من الوصايا. ولقد آتينا لقمان الحكمة، الحكمة يا جماعة نعمة من نعم الله، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة والزول الحكيم الذي يضع الأمور في نصابها، يعرف متين يغضب متين يرضى، متين يقول الكلام الشديد، متين يقول الكلام اللي فيه رفق، متين استعمل القوة، متين استعمل الرحمة وكذا، ومواقفه كيف تكون، يكون ذول حكيم. والحكمة يا جماعة من معانيها السنة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آيات الله القرآن والحكمة السنة. وفي ناس كتار يا جماعة بيتعلموا، وتلقاهم واحد بلغ من العلم ما بلغ لكن ما عنده حكمة. عشان كذا رب العزة والجلال قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والحكمة في النصوص، لأن النصوص دي من الله، وإنت البشر ديل ما بتعرف تتعامل معاون وتصلح في وسطهم إلا ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وإلى حكم الله، لأنه قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، قال أأنتم أعلم أم الله. عشان كذا حتى شوف في الآيات دي، في الآية دي ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، قال والموعظة شنو؟ الحسنة، ما قال الحكمة الحسنة، لأن الحكمة كلها حسنة. لكن لما تجي توعظ الناس تتخير الألفاظ والأسلوب الشرعي. والحكمة يا جماعة نعمة، والنعم تقابل بالشكر. عشان كذا قال له، قال ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، لأنه دي نعمة. لقمان اختلف فيه العلماء كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى، هل هو نبي أم أنه رجل صالح؟ قال والصحيح أنه رجل صالح. ونقل عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين كمجاهد بن جبر أن لقمان كان قاضياً، وكان في زمن أو في عهد داود عليه السلام، وكان قصيراً أسود اللون أفطس الأنف، وكان من النوبة، قال ابن كثير نقلاً عن هؤلاء، وكان من السودان. السودان يعني ما إلا شنو بلدنا دي، يعني سوداني، لكن كان يعني لونه أسود، يعني ذول حكيم. والوصايا دي يا جماعة أي ذول توصي بها انتقدك قول لك يا أخي موضوع ده، قول لي تحكم ولا لقمان، ما هو ذا الحكيم ذاته، وده حكمته ثبتت بالقرآن، دي تزكية جات من فوق. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، لأن النعم تقابل بالشكر.
ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. أنت بتشكر الله، لكن الخير وراء الشكر ده بيرجع عليك أنت. عشان كذا قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أنت بتشكر الله، فاشكروني فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أنت لو كفرت النعم ما بتضر الله سبحانه وتعالى، ولو شكرت الله على النعم الزيادة بتجيك أنت، الخير بيجيك أنت. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال: ومن كفر فإن الله غني حميد. الله غني عن العالمين، وكان أنت شكرت ولا ما شكرت هو حميد، متصف بصفات المحامد، منزه عن صفات النقص. عشان كذا شكرك له ده ما بزيد الله سبحانه وتعالى، وعدم شكرك ما بنقص في ملك الله وفي صفات الله شيء، لكن أنت في النهاية بتستفيد. كما قال بعض أهل العلم: عنوان السعادة ثلاثة، إذا أعطي العبد شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ونحن يا جماعة الآن في نعم كثيرة، لكن قليل اللي بيشكر. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي شنو الشكور. والله مع الابتلاء اللي نحن عايشينه ده، الله في نعم، الله في نعم. بس نحن جايين في الطريق، واحد من اخواننا ديل، اخونا الدنار ده، قال واحد من الشباب عنده بيت، نزل الله يشفيه ويشفي جميع مرضى المسلمين، ودا الهند، قال دفع العمليه بالمبلغ الفلاني كذا وكذا، قال 2 مليار. وتلقى الواحد شغال في السوق زي ما بيقولوا رزق اليوم باليوم، تلقى متضايق ويجي فتران ولقى البلد ونحن تعبانين ونحن ونحن، وعنده 7 أطفال واحد فيهم معيان ولا نزلة ما عنده. هذه 7 ديل كان أي واحد أدوه زي العملية دي، رأيك شو؟ تقعد تجارة وتمشي وذا. الله أنعم على العباد نعم كثيرة. تعرف المشكلة إنه الإنسان ما بينتبه، يعني ابن آدم ده ما بينتبه للنعم اللي هو فيها، بس بينتبه للمصيبة جاته. يعني كان جاء وجع راس صاي، بينسى نعم الله كلها بس بيفكر في وجع الراس ده. أنا ليه جاني وجع راس؟ والناس دي كلها ما عندها وجع راس وأنا جاني؟ أنت ما جايب خبر يا أخي، مش شوف فالناس في ابتلاء كيف؟ في ناس ما قادرين ينوموا الليل، عندهم مشاكل بتاعت أعراض، واحد قدر ما يجي ينوم يفتح. وناس عندهم مشاكل بتاع الديون، مرميين في السجون. وناس الواحد واقع في جريمة قتل، هذاك في السجن منتظر اليوم اللي بيتم عشان يفارق الدنيا. وواحدين واقعين في مشاكل تانية. واحد اتصل بي قال قاعد في فرنسا، قال 5 سنوات عنده 15 جرار ما قادر يدور ولا واحد. قال ليه؟ قال عامل لي سحر. سحر لقيته وين؟ قال والله نزلت وفي مرأة من الدولة الفلانية وكذا ذكرها، وقال دعتني للمعصية وأنا أبيت لها، أبيت. قال قالت لي، المهم مشت سوت له سحر، بقى عربية ما بيقدر يدورها، قاعد في بلد الغربة وكتار مشاكل. الناس دي كلها عارفة مشاكل، لكن يا جماعة الإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى وينتبه. أنه الليلة أي زول تسأله وضعك كيف؟ يقول لك يا أخ وضع، أو يقول لك والله ساي يا أخي، يقول لك الله إذا جانين ذاته قربنا ننتحر ذاته. وده في بيته ساي، العدة بتاعت النزوان ميزانية بتاعت قريب من نص دولة ذاته، ده في البيت ذاته. وغير الأشياء التانية، وراكب شنو ماشي وعربي وجاي ونعم وصحة وعافية ومتزوج وأولاده يتجاروا وغيره وأشياء كثيرة. يا جماعة أنا ما داير أضيع زمن الناس، لكن الزول يشكر الله سبحانه وتعالى. أشكر الله يا أخي، والله سبحانه وتعالى خلق الخلق ده يا أخي، قال لك أشكرني. البحر ده كله عندي، أشوف النعم اللي فيه، ناس يسافروا بيفوق في سفن، وناس تحت يشيلوا الجواهر جوا، لؤلؤ شنو شنو زينة،
وناس يصطادوا السمك، ده كله النعم دي. قال لك بس اشكرني. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. بس تشكر الله، نعم دي كلها قال لك أنا عملتها أو خلقتها، أنت أشكرني. قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ذيل الناس البناد غير الله كذا. اصبر ديما منجيها ان شاء الله. قال ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالزول يا جماعة يشكر الله سبحانه وتعالى. بعد ذاك قال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، قال السعدي رحمه الله في تفسيره الموعظة هي الأمر مع الترغيب والنهي مع الترهيب، دي الموعظة. والقرآن ده كله موعظة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وبعدين وعظ ولده بشنو؟ قال له يا بني، وده جماعة فيه شفقة فيه رحمة، ما قال له يا ابني ولا قال له يا ولدي ولا يا فلان، يا بني، بني تصغير وفيها شفقة، كلمات دي فيها شفقة. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أعظم ظلم على وجه الأرض هو الشرك بالله تعالى. ليه يا جماعة الشرك ظلم؟ والله سبحانه وتعالى في القرآن قال والكافرون هم الظالمون، وقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا أشركوا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إلى آخر الآيات. لأن يا جماعة الظلم ده أخذ حق الغير بغير رضاه، تشيل حق فلان من غير ما يرضى، طاقي يده تشيلها تديها له ده وده ما راضي، انت كده ظلمته. ويوم القيامة ما في ظلم، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وما أنا بظلام للعبيد. الظلم ده يا جماعة تشيل حق فلان تدي له فلان. المشرك شال حق الله الدلع عبد الله بس. قال أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. زول بيشيل حق الله، الله بيعلم الغيب، يقوم يقول فلان بيعلم الغيب، فلان بيجيب الرائحة، فلان بيرد الضالة، ده من الظلم من الشرك. والغيب ده في القرآن، خلي له حديثا في السنة بس في القرآن. آدم ما يعلم الغيب، ملائكة ما تعلم الغيب، الرسل كلهم ما بيعلموا الغيب، الجن ما بيعلموا الغيب، أهل الصلاح ما بيعلموا الغيب، كله ما بيعلموا الغيب، كله في القرآن.
من آدم عليه السلام. إبليس قال له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وما عارف آدم عليه السلام عشان كذا أكل منا، لأنه ما المعلومة دي وما عارف، ما عارف إنه دي هل شجرة الخلد ولا ما شجرة الخلد، وسوس له. وبعد ذاك الله تاب عليه سبحانه وتعالى. الملائكة قال الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. قال ابن كثير أسماء الأشياء، ده جبل وده بحر وده شجر وده كذا إلى آخره. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ملائكة ما بتعلم الغيب، والأنبياء كلهم ما بيعلموا الغيب. يوم يجمع الله الرسل، الرسل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا. ده يوريك إنه الزول بعد يموت الشيل وراه بيحصل شنو انت ما عارف. يعني انت فلان مهما بقى صالح هجو القبر الشيل وراه شنو وما عارف. لو نادوا الليل والنهار يا فلان الحقنا وما عارفك. لأنه قال لك يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم الحصل بعدكم شنو قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. دي سورة المائدة صفحات الأخيرة، دي الصفحة القبل الأخيرة، الصفحة الأخيرة. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت شهيدا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه. أنا قبيل شهادتي عليهم لما كنت معهم وكنت شهيدا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإبراهيم عليه السلام جاء ملائكة في صورة بشر جاب لهم فراغ إلى أهلي، الله سبحانه وتعالى قال فراغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين فقربوا إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة. لو ما عارفون دي الملائكة. وموسى عليه السلام ثلاثة مسائل قبل ما تبدأ، الخضر عليه السلام يقول له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. والرسول عليه الصلاة والسلام الله بيقول له في القرآن قل وري الناس قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إلا وحي يجي من فوق. والله سبحانه وتعالى يقول عن سليمان عليه السلام وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به. الهدهد قال لا أنا عندي شيء خبر إنت شنو إنت ما عندك أحط بما لم تحط به. ها رأيك شو؟ وجئتك من سبأ بنبأ يقين. زعلان دي طيرة، الهدهد ده ما طيرة، زعلان من بشر. قال البشر دي لنا زعلان منهم عندهم مشاكل. المشكلة الأولى قال
إني وجدت امرأة تملكهم، ناس رجال بيش نباتهم، وناس رجال، قال الرئيس بتاعهم ولا الملك بتاعهم مره، قال أنا زعلان من الموضوع ده، ده الهدهد. قال والله كون المرأة تبقى رئيس على الراجل موضوع ده ما بيجي، الهدهد ذاته يعني، الهدهد ما بيرضى الهدهدة تبقى رئيسة عليه. والله جبت عليك بالدارج كذي لأنه قول واضح يا أخي، معقولة يا أخي مرة يا أخي ناس في مطالبات عجيبة في البلد، ناس يعني بيكتبوا في الفيسبوك وفي دارين كذا ودارين كذا وكذا وكذا إلى آخره. تخيل أنت قاضي، القاضي بقوه مرة، تخيل كذي مطالبات من بعض الناس، وانت جيت شايل اوراقك والماده 15 والماده 220 و170 والماده 148 والماده كذا، وجايب المحامي بتاعك، عندك مشكله مع زول وجاهز، يجي ذاك الخصم شايل له ورده لانه القاضي مره، شايل له ورده بس، قضيتك دي كلها تروح ساهي. والله ما انا اقول لك يا زول، زول شغله زي واحد شغل موضوع طويل، انا ما ايش بقدر احكيه. عشان كذا يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام قال في البخاري وفي غيره: لن يفلح قوم، لن نافيه، لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه. عشان كذا المراه دي ذاتها قالت شنو؟ قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية. قال دار، قال دار موضوع طويل، هدية، ده رئيس هدية. قال وسليمان عليه السلام ملك ذو نزيه وزول حق ودائر الخير ودائر نشر الدين وكذا وكذا وكذا، وما كان مفسد حاشاه وكلا. لكن وفي الآيات ذاتها قالت لهم: ما كنت قاطعة أمرا، براينا كذي، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. هن ذاته بتاع كلام بتاع جوطة استعراضات. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك. بعد صلحوها وفسدوها تاني: فانظري ماذا تأمرين. الكلام ذاته عجيب جدا. ولذلك الهدهد ده زعلان، قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. واحد اثنين زعلوا، قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله؟ هدهد قال: البشر ديل ما يسجدوا لله؟ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال: سننظر. سليمان عليه السلام ما بيعلم الغيب. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، إلى آخر الآيات من سورة النمل. والجن يا جماعة، الجن ما بيعلموا الغيب. سليمان عليه السلام لما خلاص أجله تم وأمر الجن ابن له بنيان، وكان القصر بتاع القصر بتاعه فيه من القزاز والزخرفة والأشياء، يعني الأشياء، هو ذو الملك. ومن بعيد الجن ابن له، ابنه من الصباح انتهوا المساء، القوه واقف متكئ على العصايا، يقولوا معناه القصر ده ما عجبه، يقوموا يكسروه كله، تعبانين من الصباح للمساء. ثاني بكره الجن ابنه للمساء يعاينوا له، وهو الوقت ذاك أجله تم وفارق الدنيا ومات وهو واقف متكئ على العصايا. ومرت الايام والايام، ابنه المسا يكسره،
ابنه يكسر. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل شنو من سأته، لما جاءت بتحت وكلت العصاية بعد ذاك شنو. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. كان بيعلموا الغيب كانوا يقفوا، كان المعلم بتاعهم قال للطلب خلاص خلاص وقفوا الباغات والشغل بعد ده أمشوا أرقدوا ارتاح، لأن سليمان عليه السلام فارق الدنيا. ولذلك يا جماعة ما يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، حتى أهل الصلاح. شوف جبريل عليه السلام لما تمثل لمريم عليه السلام، ده نبي وجاء في شكل بشر، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وفي قراءة في تفسير ابن كثير إنما أنا رسول ربك ليهب لك، هو الله سبحانه وتعالى، ليهب لك غلاما زكيا، وده التفسير الصحيح للآية، إنه وهب لها الله سبحانه وتعالى، لأنه الله جل وعلا قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فما بيعلم الغيب إلا الله يا جماعة سبحانه وتعالى. هسي في بلدنا دي الرائحة منه عربية ماشي وين لفلان فلان شنو بيجيب الرائحة. واحد عندنا في البلد بدري ناظروه في بداية التزيينات، جماعة ناظروه قال أنا بعرف الرائحة والحرامي بعرفه، قال له بتعرفه كيف؟ قال عندي حاجات بسويها كذي، وبعدين عندي كورة والحرامي بيظهر في الكورة دي، كورة بس كورة كده فيها موية، قال الحرامي بيظهر في الكورة، ما أعرف أن ذات حرامي صغير كذي قدر الكورة. قام ذاك ناظر وقال له أسمع، الحرامي جوا الكورة ده حرامي ججد ولا خيال؟ كان ججد أمور قولينا حرامي قدر الكورة ده إلا دفار ولا جقر، لكن زول كامل كذي قدر الكورة ما بتجي شغل، أمور قولينا. قال له وقال له لو 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 بيقى ما ججد معناه ده خيال، ولو خيال دم السحر ذاته. قال له فقيل إليه من سحر من سحرهم أنها شنو تسعى، دم الخيال ذاته، فبهت صاحب الكورة انتهى. حرامي بجيبوا بكورة، ناس ساوى كاميرات بتاعت مراقبة وساوى أشياء وإلى آخره، معقولة يا أخي حرامي بجيبوا بكورة؟ واحد يجرجر في حاجات كر ودخان مارق، فكي بابلي بابلي أخفي بابلي كلها الأخوة، وده غير الودع وغير الدستور. مرة أنا في العيادة وديته ولدي صغير منتظرين الفحص وقاعدين في أول الانتظار ده، شغلوا كاميرا هنا تلفزيون كبير، جابوا مرة وجنبها كم نفر كذي وخدت لها ودعات تهبش في الودع، بعد شوية جابوا غنية ترن ترن ست الودع أرمي الودع هيك إلى آخره. دي عقيدة بيعتقدوها مئات البشر، بل قد يكون آلاف البشر، إنه الوداعية بتعرف بكرة بيحصل شنو، والوداعية إلى آخره. والله جماعة في القرآن قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، بكرة بيحصل شنو ما بزول بيعرف إلا الله سبحانه وتعالى. وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير، ده الله سبحانه وتعالى. فكل أشياء جماعة مخالفة. برضو يا جماعة من الظلم ومن الشرك دعاء غير الله تعالى، الزول يدعو الأموات أو يدعو الغائبين. وكلامنا ده أنا شوف كلام ده ركز فيه، والله ما فيه نقطة نبز، ما فيه يقول لك نبز وكذي، والله زرة بتاعت نبز ما تلقاه فيه. لأنه يا جماعة الزول الميت ده الميت انت بتغسله وتكفنه وتودي المقابر
وتدفنه وما قادر يتحرك. حتى على الله زول قاعد له في مكيف وماكل وشارب وضاحك في نص اولاده وبعافيته وبقوته بيرضى يقعد في التراب؟ بيرضى يا جماعة؟ والله ما يرضى. لكن في النهاية زول مرق من الدنيا دي وفارق الدنيا، والله في الموت يتحدى البشر. قال: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، شايفينه هذا الميت ده الزول الدار يموت، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين. يعني شنو غير مدينين؟ يعني غير مربوبين ومقهورين. فلولا إن كنتم غير مدينين، شوف التحدي ده، ترجعونها إن كنتم صادقين. رجعوا الروح دي، أكبر دكتور ما يقدر رجع روح، أقوى ملك ما يقدر رجع روح، أكثر ذو صالح ما يقدر رجع روح. الأجل ده بعد يتم، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون، وفي آية: فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جاء الأجل ده خلاص تمت بعد. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، في سورة نوح. وفي سورة المنافقون أو المنافقين: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء شنو؟ أجلها. أجل ده تم وخلاص. الله تحدى الناس، زول مات فارق الدنيا دفنوه، الناس دفنته عديل، الزول دفنوا يمشي العربية دار تنقلب يناديه: يا فلان الحقنا، يا فلان يدك واصلة، ويا فلان وإتو وأهل الله وكذا وكذا. هن لو أهل الله، لو أهل الله تنادي أهل الله ولا تنادي الله؟ كذب الراحة كده. لو هن أهل الله كذا يا جماعة بالراحة كذا. أسي لو حلال، لو هو ما حلال حرام، لو حلال الزول ينادي غير الله، لو حلال أنا مضطر بنادي الأقوى ولا بنادي الضعيف؟ أنا مضطر بنادي، لو حلال ذاته مفروض أنادي منه، أنادي الله سبحانه وتعالى، أنا مضطر. عشان كذا الله سبحانه وتعالى قال ليك: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد، يعني ما أسياد، عباد أمثالكم، زيك كذي بس، أنت مضطر ومحتاج وذاته محتاج. فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. والله سبحانه وتعالى قال في سورة الإسراء: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا بيقدر يكشف الضر ده يشيله كله كله، ولا يقدر يحوله من ضر لخير، ولا يقدر يحوله من فلان لفلان، ما يقدر يعمل أي شيء. والله سبحانه وتعالى قال في سورة يونس: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. تكون ظالم لو دعيت غير الله سبحانه وتعالى. يا جماعة والله القرآن ده واضح، الله سبحانه وتعالى بيمدح نفسه إذا صح التعبير، يثني على نفسه ويرغب العباد فيه وينذرهم أن يلجأوا إلى غيره ويزهدهم في غيره وييئسهم فيما سواه. قال: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول
ومن جهر به. كان خليته جوا بيعلم به، وكان مركته برا بيعلم به برا. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الله جعل لك ملائكة، الله بيحفظك بهم، ما محتاج تعلق حجاب ولا كمون في الطفل ولا العربية تعلق لها جزمة بتاع الطفل تحت يقول لك من العين الجزمة دي، معقول يا أخ؟ وبيوت وهاي تلقى بيت وساوي فيه قرون، ما أعرف أنا ده دار انطح ولا ماشي به، بيت تلقى فيه قرون، أشياء كثيرة جدا يا أخ. واحد تلقاه ولا الاتوس بتاعته تلقاه معلق له كمون صغير جنب المراية، ولك شغلة دي من العوارض والناس ديل والشارع ده شغل خطير وإلى آخره. والخواجة الصناعة هناك ما علق فيها أي شيء، لما جات وصلت البلد دي الصناعة ذاته ما علق فيها شيء. ها بلد الكفار داس ماشي عربات بيمشوا كمان أسرع مننا، الحافظهم منو ذلك كفار حافظهم منه. ولا بعرفوا كمون ولا واحدين بياكلوا كلاب ذاته، بياكلوا الجندب والكلاب واشياء كثيره جدا، خنازير وناي، ما بعرفوا الله ذاته، ما بعرفوا الله سبحانه وتعالى، ولا بعرفوا صالحين ولا بعرفوا، والله حافظهم، هم ما بعرفوه وحافظهم. انت اللي بتعرفوا بتعبدوا ما بيحفظك. فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. عشان كده يا جماعة لما الناس تبعد من الله، الله بيبتليهم، والله بيبتلينا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولو لجأنا لله صح والله الله يفرج عننا عاجلا وآجلا. يا أخي في نصوص ونحن على يقين بصدقه وصحته، نصوص تملاك يقين كده جوا قلبك، زول جوا بطن حوت دعا الله مرقه من بطن الحوت. أصويت عندك يا تو مشكلة في الحياة ده أكبر مني. ناس ثلاثة في غار والصخرة نزلت سدت باب الغار، لا شالوا طورية لا قعدوا يدفروا في دعوة، بس الصخرة دي زحت طق زحت كده، الله زحها لحد ما مرقوا كده. الحاجات دي ما بتملى الزول يقين، زول بعصاية بيضرب البحر بيتشقى ويمش بيغادي، دي ما بتملى الزول يقين. زول الله بخلقه من أم من غير أب، دي ما بتملى الزول يقين. رزق ده من الله سبحانه وتعالى، النعم من الله سبحانه وتعالى. وشايفين الناس شايفين بعينهم وسامعين بأذنينه، كل يوم بتجيون أشياء جديدة. تقعد تتونس مع ناس، قبل أيام بتونس مع ناس مشيت لهم في بيته، واحد قال والله يا جماعة الرزق ده والله فعلا من الله. الثاني قال له أنا قاعد، الثاني قال له اسمع أقسم بالله، قال لي أنا تيقنت يقين اليوم ده، قال في تمرة مسيخة بس عضيتها ما نفعت معي جنبي، قلت له أديك لا، قال لا أديني لا، أكلها طوالي. شوف الله مرقى من بعد عضتي دي، قال يعني ده التمرة دي جابت راسه، القرآن ده كله ما جاب راسه إذا صح التعبير. تمرة ويجيبوا لك قصة فيها أعرابي جماشي وذاك اللقمة مرقة وكذي، والأعرابي قال مستعجل بس شال اللقمة دي بعد ذاك مرقة أشياء كثيرة. يا أخ يا أخو نملة الله بيرزقها، يا أخ نملة دي الله بيرزقها. هذا كان قال له عد النمل بتاع الفريق، عد ساي بس سوي له رقم وطني تقدر. الله هذا رازقه شد كل يوم رازقه والله. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. والله الحافظ العباد، الله لطيف بعباده، والله البنعم على العباد، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وبعد الناس تلجأ لغير الله سبحانه وتعالى، للضعفة. أي زول يا جماعة ينادي الشيخ حي ولا ميت، أنا بسأله
ستة أسئلة، والقرآن ده فيه كثير لكن أنا دار أديك ستة بس. واحد، الزول ده هو غايب ولا هو ميت؟ بيسمعك ولا ما بيسمعك؟ الجواب ما بيسمع. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموتى أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. الله بيسمعك ولا ما بيسمعك؟ وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي أو سبحان من وسع سمعه الأصوات. جاءت المجادلة، المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتي وأنا بالقرب منها، أنا بس بيني وبين حاجز بس بيجاي، ويخفى علي بعض حديثها في حجرتي وأنا في كلام شنو جزء أسمعه جزء شنو. والله قال: قد قدم هذا التحقيق، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي، دي الشكوى النافع، وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سمع يسمع سميع كله في آية واحدة. ولذلك يا جماعة الإنسان ده ما بيسمع والله بيسمع. اثنين، ده بيعلم حاجتك ولا الله اللي بيعلم؟ الله اللي بيعلم. ثلاثة، ده لو علم وسمع هو اللي بيقدر يجيب المضطر ولا الله اللي بيقدر؟ قدرة الله سبحانه وتعالى. وكان الله على كل شيء مقتدرا، مقتدر في قدير وفي قادر وفي مقتدر، الثلاثة في القرآن من أسماء الله: القادر القدير المقتدر. بالترتيب ده: القادر فاعل، القدير فعيل كثير الفعل، المقتدر أسرع. ثلاثة في القرآن. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. وياك يا جماعة، الله اللي بيقدر وهو القدير وهو المقتدر سبحانه وتعالى. أربعة، الزول اللي بيملك شيء ولا بيملك الله سبحانه وتعالى؟ قال: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قطمير ده لفافة بتاعت التمرة جوا، يعني التمرة تشقها في مصماصة جوا نواة، اللفافة البيضة دي ده القطمير. قال لك: غيري ما بيملك قطمير، والملك كله لله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك. خمسة، زولك ده بنوم وبنعس ولا ما بنوم وبنعس؟ الجواب: بنوم وبنعس. واحد هنا في المهندسين زمان، أنا كنت ساكن في الفتحاب، عنده مشكلة الله يوفقنا وياه، يعني هو زوجته الساعة 4 صباحا، والله الذي لا إله غيره، دقوا الباب. المهم مشينا وكذا وكذا وكذا، وقعدت معه. المهم موضوع كذي، هم ناس فيهم خير نحسبه، قلت لهم: يا جماعة تتعلقوا بالله والأمر بيد الله وكذا 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 وكذا. قال لي: والله ركبنا من هنا مشينا النيل الأبيض لشيخ فلان، شيخ فلان ده قالوا
بيعالج لنا مشكلتنا دي وبيشفي وكذا وكذا. ومشينا له وصلنا بعد الصبح قال لي والله قالوا الشيخ ما بيفتح إلا الساعة 8، يعني عنده وقت ذاته. حصل يوم يا جماعة زول دعا الله قالوا الوقت ده لا ما في طريقة. حصل يا أخي الناس شوف يوم عرفة دي، ناس من باكستان، ناس من أمريكا، ناس من بريطانيا، في مسلمين برضو بيغادي مع الكفار، وناس من السودان، ناس من مصر، وناس من السنغال، ناس من الكاميرون، ناس من آسيا، ناس من أفريقيا، ناس من أستراليا، ناس من أوروبا، ناس من وين 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 وين، كلهم بيسألوا الله. ناس بالإنجليزي، ناس بالعربي، ناس بالروتانا، ناس بالداري، ناس وديل شت ما بيجي منادي ولا بيسمعوا منادي يقول اترتبوا جزو جزو، نفر نفر بالصف، كلهم في وقت واحد الله بيسمعوا وما بتختلط عليه الأصوات، والعباد كلهم بيسألوا وما بينعس ولا بنوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. شفت الآية دي؟ قال ابن كثير فيها عشر كلمات في التوحيد، عشر جمل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. الله قال لك لا إله إلا هو، نفي واستثنى، ده حصر. الحي القيوم، الحياة الكاملة، الأول ليس قبله شيء، الآخر ليس بعده شيء، حياة كاملة لا نقص فيها. القيوم القائم بذاته، المقيم لخلقه، المدبر لشؤونهم. لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لا نعاس ولا نوم، لا بنعس لا بنوم. انت تقعد تنادي زول وانت مكروب، عربية ذرة تنقلب، هو يكون بيشخر ذي حلوها كيف بس ده انا احلها كيف ده. هو مشغول وهو في النهاية زول نعسان وزول نايم. السؤال السادس يا جماعة، الزول ده بيعجز ولا ما بيعجز؟ الجواب بيعجز. هل الله بيعجز؟ حاشا وكلا، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. الله سبحانه وتعالى ما بيعجز، كامل القوة سبحانه وتعالى، متصف بصفات الكمال، منزه عن صفات النقص. أنا يا جماعة وقفنا مع الوصية الأولى، هذه الوقفة الطويلة لأنها أعظم وصية، وهي قضية التوحيد وقضية الشرك بالله تعالى. والزول يا جماعة لو دار ينجو في الدنيا والآخرة يلاقي الله بالتوحيد ده، ويعلم أولاده التوحيد ويحذرهم من الشرك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. والمعلومة دي الأنبياء فاهمينها عارفينها تماما، عشان كذي رب العزة والجلال قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، في آخر لحظات هم فارق الدنيا، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. ده الهم، شايل هم العقيدة وهم التوحيد، يعني ما وصاهم بأمر الدنيا. قال لو نبقى عشرة على البقر والأراضي دي أهم شيء لأنها بتزيد وشفع ذات يعمل حساب، الطوبة لو لقوها ما يرفعوها، مرات في عقارب، ما في وصايا زي دي. قال لهم ما تعبدون من بعدي، ده موضوع. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. بعد خلاص مات مرتاح، وده همه يا جماعة. الولد قبل تربيه على أي شيء ربيه عظم الله سبحانه وتعالى ويوحد الله ويتعلق بالله، لا يتعلق بتراب، لا بقبة، لا بشيخ، لا بحجاب، لا ببخرة، لا بمحايا، لا بفكيه، لا بدجال، لا بشيخ طريقة، لا ولا إيش.
بس يكون على التوحيد، يتعلق بالله سبحانه وتعالى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولو ربيته على التوحيد ده بمش عديل، لأنه بعدين البيت اللي بتربيها على أمر الدنيا وكذا وكذا، وإنه بس تحترمك إنت وتخاف منك إنت، إنت بتخليها في البلد وهي بتجي تقرأ الجامعة هنا، يعني هي فارقتك بعد ده خلاص. لكن جبيل لو علقتها بالله سبحانه وتعالى محل ما تمشي، محل ما تمشي، هي متعلقة بمنه؟ بالله سبحانه وتعالى، ومعظمة لله سبحانه وتعالى، بتمشي عديل. الولد لما تربيه على العقيدة والتوحيد وتعظيم الله سبحانه وتعالى، لو بقى أستاذ بيكون زول نزيه محترم، لو بقى دكتور بخاف الله في الناس، لو بقى وزير بيتقي الله تعالى في الله وكلوا به بخاف الله سبحانه وتعالى، لأنه متعلق بالله وعقيدته في الله سبحانه وتعالى. فده جماعة الموضوع. بعد ذاك رباه على بعض الأشياء، بر الوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، ووصينا الإنسان بوالديه في سورة العنكبوت، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وفي سورة الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. إحسانا كل أنواع الإحسان، باللسان وباليد وبالمال وبالخدمة وبالصبر بالمعاملة الطيبة، والإحسان كله للوالدين. عشان كي رب العزة والجلال قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. بقوا كبار، ولا واحد كبر والتاني مات، ولا صغير الأب كبير والأم صغيرة لسه، ولا واحد مات واحد حي لسه. فلا تقل لهما أف. قال البغوي: فلا تقل لهما أف إذا نظفتهما من العذرة والغائط ووجدت ريحا، ولا تنهرهما. انت ابوي كرهتنا البيت ده يا اخ، كل يوم مشاكل انت، والمره ما مريحه وانت بتكورج وازعجتنا خليلنا. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما. قال مجاهد: القول الكريم الا تسميهما ولا تكنهما. ما تقول لي يا فلان ولا يا حاج فلان ولا تكنيه يا أبو فلان، وإنما تقول يا أبتاه يا أمه، ولا يا أبوي يا أمي بالدار يبتعين. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال البغوي نقلا عن بعض السلف: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لا تمنعهما شيئا يريدانه. شي دارنه ما تمنعه، خليك متواضع لهم ومنكسر لهم. عشان كذا أسامة بن زيد رضي الله عنه اشترى نخلة على عهد عثمان في صفة الصفوة بألف درهم، وأخذ منها شيئا ثم تركها، عشان لا شيء بسيط من النخلة، حاجة معينة. فقالوا: لماذا يا أسامة؟ قال: سألتني أمي ولا تسألني شيئا أقدر عليه إلا أتيتها به. مش كان بألف درهم. ومحمد بن المنكدر قال: قمت ليلة كاملة على قدم أمي، كرعيم وجعتنا، قال عصر لها في الكرعين ليلة كاملة. قال: وقام أخي عمر بن المنكدر يصلي ويقرأ القرآن ويذكر الله، وما أحب أن ليلتي بليلتي. كان في قالوا لنا في الصحيفة نبدلكم، أقول لا لا، لأنه ده بر، كانوا بعظموا البر. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. صغيرة يقبل اللوم لما الولد بيتغير ويتملي وسخ، هي بتنظفه، ولما يكبر، لما هي تكبر برضو يعاملها الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا شنو؟ إلا الإحسان. ولما يساهر معاه أسي برضو يساهر معاه ويحسن ليها.
أبو هريرة رضي الله عنه كان يدخل على أمه ويقول: رحمك الله يا أمه كما ربيتيني صغيرة. فتقول: رحمك الله يا ولدي كما بررتني كبيرة. انت برضو بريتني. وقبل ما تسلم جاء للنبي عليه الصلاة والسلام في صفة الصفوة، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو متغير الوجه، قال: يا رسول الله، إن أمي آذتني فيك وإني أريد إسلامها، فادعوا الله لها. قال: اللهم اهدِ أم أبي هريرة. قال: فرجعت إلى الدار فاستأذنت فلم تأذن لي. قال: فمكثت أي قليلا ثم فتحت الباب، قالت: كنت أغتسل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شوف النازل ببروا وبحبوا الخير لأهلهم ولوالديهم، وده جماعة حقهم والله الذي لا إله غيره. لو الزول بس فكر الأم دي بس الحمل ده، خري حاجة تاني يا خسي. انت لو دخلوا لك فار جوا بتقعد؟ فار خلي بشر كامل كده ويرفس ويقعد، بس فار كده دخلوا، كان جاك نفاق بترتاح؟ سووا لي كده عردين بشنو؟ مرة جاني مرض، واحد طبق فيني نظرية عجيبة خلاص، قال لي: جيب بصل بعرد. جاب لي حاجة كده شربتها نسيت المرض، والسودان ذاته قربت انساه. والله خليك راسي ده تن تن شغال. الحاصل شنو؟ دي بشر عديل جوا قاعد بياكل من اكله ويشرب من شرابه، وهي تكون نايمه نص الليل يرفسها تقوم تصنقر في شنو؟ والله في وجع بيجاي. والمعلم ده جوا مقلق دار يمرق يجي السودان ده ما عارفه ماله. خليك جوا يا اخي، الشغل ده برا كاتم. خليك جوا انت مرتاح، لا مشاكل لا تقيف في صف ولا، الله يصلح البلد. ها ايوه ايوه صحيح. الله اكبر يا اخي. وقال لك جوا حافظه، جوا فعلا حافظه. قال لك لما يطلع برا يعلقوا له حاجات عشان تحفظ، وجوا حافظه وفعلا حافظه. المره دي مرات تتوحم تشيل لها لقمه قدر الفنجان بتاع شطه خضرتها بلع، وهو قاعد جوا المعلم ده ما بتجيب في كيس وكذا، بتمشي بمحلات ثانيه. والجماعه ناس الطب يقول لك فيتامين سي وكالسيوم ومشت فيتامين اي بي وغيره، والموضوع طويل جدا. قال: وفصاله في عامين، يرضع سنتين. ان اشكر لي ولوالديك الي المصير، وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. عشان كذا لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: انما الطاعه في المعروف. ايوه الله يحفظ. قال بعد رب العزة والجلال، قال: يا بني، عن لقمان، ذكر 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 إلى أن قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وقبلية واتبع سبيل من أناب إلي. اتبع السبيل الصحيح، سبيل الصحابة وسبيل التابعين لهم بإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، إلى آخر الآيات. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، قدر الفولة ولا أصغر، فتكن في صخرة أو في السماوات، شوف السماء دي واسعة كيف، أو في الأرض يأتي بها الله. هذه لو ماشي بها عربية ماشي من الطاحونة هنا، بس من الطاحونة ليسوا قليبية، ماشي بالعربية في جنيه وقع، جنيه خليه جنيه بس وقع في الطريق، قال له كذا كوسوا فتشوا من الطاحونة لحد سوق ليبيا، تفتشوا في كم يوم، شايل بطارية ويمكن يدفن في تراب ويمكن كذا، يمكن جا شافع شالوا، تبقى في حاجات ذات عجيبة، تقعد تلف السماوات دي بعد اتساعة والأرض، ولو جوا صخرة ذاته. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله.
إن الله لطيف خبير. شفت الاسمين ديل؟ لطيف خبير، منتهى الدقة، منتهى الدقة، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. بعد ذاك قال له يا بني أقم الصلاة، ما بتجيك مشاكل، تصلي ما في مشاكل في الغالب، وأمر بالمعروف، صلوا صوموا زكوا كذي في الغالب ما بشاكلوك، لكن شو الثالثة دي، وانهى عن المنكر، ما تقول ده حرام وده ما بجوز وده كذي، قال لك واصبر. بعد ده شنو؟ شد حيلك واصبر. ايوه ما قال واصبر على ما يصيبك، يصيب في مضارع، قال اصابك، اصاب ده ما فعل ماضي، هو ما اصابك لسه، لكن دار يوريك انه دي سنه كونيه، ده شغل ثابت لا تبتلى. ان ذلك من عزم الامور. بعد ذاك اخر الوصايا قال له ولا تصعر خدك للناس. في تفسير ابن كثير الصعر مرض يصيب الدابه الناقه، بجعلها ترفع راسها، بكون شنو رقبتها تلقى راسها شنو لفوق. ولا تصعر خدك للناس، يكون ماشي كده على الام ده. واحد هناك في شرق النيل جنبنا قال كنا شغالين حفر، بل قربنا خلاص يعني ما تقل، هاي تميت انا ذاتي، قال شغالين حفر وبالقلاب وقال بنرفع وكذا، قال واحد عنده تريلا داغنا، واحد فينا عنده تريلا بتاعت حمار وانا شغالين، واحد قال مننا الله فتح عليه، اشترى واشترى واشترى ومشى مشى مشى، قال والله ما تم فتره اشترى له زيت واي، قال فوق، قال ولا زيت اس ده، قال مهم حاجه عاليه بتاع القلاب ده الكبير ده، قال جاي في الطريق زولنا بتاع التريلا زمان اغنى واحد فينا وشغال لسه معانا، قال الزول اللي شافه في الاسطوب وقفوا سوا، قال تف تف فيه، شو الزول اللي حقار كيف؟ اقسم بالله جد يا اخي ما تفترك هذه. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، بقى زول بتاع فخر وتكبر وكذي واليوم كله فرحان وجاري وكذي، ان الله لا يحب كل مختال فخور، مختال في هيئته ومشيته وفعله، وفخور بلسانه، نحن اولاد كذي ونحن ونحن وكذا الى اخره. بعد ذاك ختم له الوصايا قال له اقصد في مشيك اي بين السرعه والبطء، ما تبقى بطيء كسلان ولا سريع، الماشي معاك نفسه يقوم، بس امشي شنو موزون الشغل، ولا واقصد في مشيك واغضض من صوتك، لا ترفعه في غير موضع الرفع، تكلم عادي يعني، لا خافض شديد ولا شنو عالي، عالي ده بتحتاج له في بعض وخافض بتحتاج له مرات، لكن المتوسط. واغضض من صوتك إن أنكر، يعني أشد، إن أنكر الأصوات لصوت شنو الحمير، وبعضهم استدل بها على تحريم الغناء، لأنه بكورك وقال زي الموضوع طويل، نحن نكتفي شنو بالقدر إذا، لكن نسأل الله يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ويبارك لأهل هذا المسجد في مسجدي في مسجدهم وفي إمامهم وفي لجنتهم، ويجمعنا وإياكم جميعا في دار الكرامة إخوانا على سر متقابلين، ويصلح شؤون بلادنا هذه كلها، إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، صلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم.